طريقة تشغيل وضبط إعدادات الفقاصة الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. متابعي وأوفياء قناة عالم الطيور والحيوانات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ذكرت في المقدمة، سوف أقوم اليوم بشرح وتوضيح طريقة تشغيل الفقاصة الصينية وإعداداتها قبل وضع البيض فيها. قبل البدء في تشغيل وضبط إعدادات الفقاصة، أولا نتعرف على مكوناتها التي تشتغل بها لكي نتمكن من ضبطها بكل سهولة. هنا نجد لوحة التحكم، هنا دقائق أو مدة التقليب بالدقائق، هنا درجة الحرارة، تحتها نجد درجة الرطوبة، هنا أزرار التحكم لضبط الإعدادات، وهنا نجد عدد الأيام منذ بداية وضع البيض، وهذا الزر للتقليب اليدوي، هذا السلك لقياس درجة الحرارة داخل الفقاصة، وهذا الجهاز لغرض قياس رطوبة داخل الفقاصة. أما هذا السلك فنربطه بسلك داخل الفقاصة لإمداده بالكهرباء، السلك المربوط بالمحرك لغرض التقليب. هنا نجد المروحة، هذه المروحة لغرض نشر حرارة وتوزيعها داخل الفقاصة والرطوبة أيضا. هذه سلات وضع البيض، تستطيع وضع بيض الدجاج أو بيض السمان أو بيض الذي تريد تفقيصه. في الجزء السفلي للفقاصة نجد هنا مكان وضع الماء، ملاحظة هامة للمبتدئين الجدد في التفقيص، وضع الماء في الفقاصة لغرض رفع الرطوبة بحيث يتبخر هذا الماء بفعل الحرارة المطروحة من الفقاصة لتجنب التصاق الكتاكيت في البيضة في الأيام الأولى. أما في الثلاثة أيام الأخيرة نقوم بزيادة الماء لرفع الرطوبة لدرجة 75%، وهذا لتليين قشرة البيضة لكي يستطيع الكتكوت كسرها والخروج منها. في الثلاثة أيام الأخيرة نقوم برفع الرطوبة بزيادة الماء، لا نقوم بمسح الفقاصة أبدا. نجد هنا هاتين الثقبين، نقوم بزيادة الماء من هنا هكذا. نضع هذه السلة هنا، هذه السلة مهمة جدا خاصة في الأيام الأخيرة للفقس، بحيث نضع عليها البيض لضمان تعرضه للرطوبة قصد تسهيل عملية كسر البيض وخروج الكتاكيت. ثم بعد ذلك نضع سلة البيض، نضع البيض هنا، في الثلاثة أيام الأولى لا نربط سلك المحرك قصد التقليب حتى اليوم الرابع. نقوم بغلق الفقاصة، هكذا. ملاحظة هامة، لا تضع البيض داخل الفقاصة حتى تقوم بتشغيلها وضبط إعداداتها، ثم بعد ذلك تستطيع وضع البيض. قمنا بربط الفقاصة بالكهرباء. للتذكير، هنا نجد مدة التقليب أو العد التنازلي لمدة التقليب. التقليب يبدأ في اليوم الرابع من وضع البيض وينتهي قبل ثلاثة أيام من بداية الفقس، وذلك بربط سلك المحرك أو نزعه. هنا نجد درجة الحرارة،
التي هي في ارتفاع. تحتها نجد درجة الرطوبة، نلاحظ أنها مرتفعة جدا، وذلك لأنني أكثرت قليلا في وطأ الماء أثناء الشرح. هنا نجد عدد الأيام منذ وضع البيض. عندما يصبح عدد الأيام هنا 4، نقوم بفتح الفقاصة وربط السلك، سلك التقليب. نبدأ أولا في ضبط درجة الحرارة العليا والدنيا، بحيث إذا ارتفعت الحرارة كثيرا تقوم الفقاصة أوتوماتيكيا بإنذارنا. يفضل وضع الفقاصة في مكان معتدل الحرارة لتجنب مثل هذه الأخطاء. أولا نقوم بضبط درجة الحرارة. درجة حرارة تفقيص البيض هي 37.7. من هذا الزر سات، نضغط هنا وهنا. نقوم بالتأكيد بالضغط هنا سات. هنا H1 درجة الرطوبة العليا، نتركها 65%، نقوم بالتأكيد سات. ثم هنا درجة الرطوبة الدنيا، نتركها 55%، نؤكد بالضغط على ربط سات. تلاحظون درجة الرطوبة مرتفعة بسبب كثرة الماء داخل الفقاصة. نلاحظ ارتفاع في درجة الحرارة. هنا مدة التقليب دقيقتان، نستطيع زيادة 3 دقائق أو 4، وهي من المفضل دقيقتان. نقوم بالتأكيد سات. هنا الثواني، نؤكد سات. هنا عدد الأيام F2، اليوم الأول، نقوم بالتأكيد سات. نترك الفقاصة حوالي 20 دقيقة حتى تنزل الرطوبة إلى 65 وترتفع درجة الحرارة إلى 37.7. بعد 3 أيام من وضع البيض وتشغيل الفقاصة، أي اليوم الرابع، هنا يبدأ وقت التقليب. نفتح الفقاصة بسرعة ونربط سلك المحرك بهذا السلك الذي يمده بالكهرباء قصد التقليب. ولضمان نسبة تفقيص جيدة، سوف أقدم لكم أفضل جدول للحرارة والرطوبة خلال التفقيص، والذي أعمل به شخصيا. المرحلة الأولى من اليوم 1 إلى اليوم 11، نضبط الحرارة 37.7% والرطوبة 66%. المرحلة الثانية من اليوم 12 إلى اليوم 17، نضبط الحرارة 37.3% والرطوبة 55%. في المرحلة الثالثة من اليوم 18 إلى اليوم 19، حرارة 37.3% والرطوبة 50%. في المرحلة الأخيرة أو المرحلة الرابعة من اليوم 20 إلى اليوم 21، نضبط الحرارة 37%، أي نخفضها، وذلك لتجنب موت الكتاكيت في البيضة، ونرفع درجة الرطوبة إلى 66%، وذلك لجعل البيضة طرية وتسهيل كسرها من طرف الكتكوت وخروجه. وفي الأخير أرجو أن أكون أفدتكم ولو بالقليل. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة ووضع علامة الإعجاب للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد. ولمن لديه سؤال أو اقتراح يتركه لنا في التعليقات. أراكم في فيديوهات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.